نستناه من بكرة، غير فكرة جديدة تطور في حياتنا تخليك قادر، جريء، مختلف، في عالم كل يوم فيه جديد، إنك تكون الأول، إنك تكون رائد أو مبتكر، ده أصعب تحدي. وده كان تحدي للمجموعة البافارية لما أسست مصنع للعلامة الألمانية BMW في مصر سنة 2004 باستثمارات وصلت ل 50 مليون يورو. البداية كانت بخط تجميع واحد بينتج أكتر من 900 سيارة BMW سنوياً، واللي دلوقتي بقى خطين إنتاج عشان ينتج أكتر من 5000 سيارة السنة دي. هتشوف فيهم الـ X1، الـ X3، الـ X4، الـ X5 والـ X6 والفئة الثالثة والخمسة والسبعة. اللي ورا كل سيارة منهم حكاية كبيرة بتبتدي من هنا. مصنع المجموعة البافارية للسيارات هو مصنع التجميع الوحيد في مصانع BMW العالمية الحاصل على شهادة الجودة IATF، وبيطبق أحدث نظم الإدارة ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة الصحة والسلامة. المجموعة البافارية فيها أكبر تنوع لتجميع موديلات BMW في العالم، وكل الموديلات اللي بيتم تجميعها في مصر هي بجودة مماثلة لكل العربيات الأوروبية والعالمية ومطابقة للمواصفات البيئية وبتحقق مواصفات يورو 6. وهنا كان أكبر تحدي للمهندس والعامل المصري إنه يقدم نفس الكفاءة والإمكانيات الفنية الألمانية اللي كل واحد منهم بيتم تدريبه على أعلى مستوى في مصر وفي بلد المنشأ ألمانيا. استثمرنا أكتر من 500,000 جنيه لحد دلوقتي عشان كل الموديلات BMW تمر في كل اختبارات الراحة والأمان قبل ما توصلك. تحت كيان المجموعة البافارية لصناعة السيارات بيتم إنتاج أكتر من 500 سيارة في الشهر بمجهود أكتر من 1700 عامل موظف وإداري شغالين على مدار الساعة من أول مرحلة التصنيع لمرحلة ما بعد البيع وخدمة عملائنا. وعشان احنا مؤمنين بأن العنصر البشري هو العامل الأول في نجاح أي كيان أو مؤسسة، اهتمينا برعاية الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة عشان كل فرد بالنسبة لنا مشاركته أساسية لنجاح المجموعة البافارية. لأننا دايماً بنفكر في بكرة، كان لازم نأدي دورنا في تطوير التعليم للأجيال اللي جاية بأننا نبني المدرسة البافارية الفنية للتدريب سنة 2015 اللي اتخرجت منها أول دفعة فنيين محترفين في 2018. أكتر من 36 ألف سيارة BMW تم تجميعها محلياً موجودة في شوارع مصر، وأكتر من 95% من سيارات BMW في مصر اتجمعت محلياً. إننا نكون اختيارك الأول والأفضل هو هدفنا الأساسي اللي بيتعكس في كل خطوة بناخدها، وهو اللي خلينا رقم واحد على مدار 7 سنين متتالية في فئة السيارات الفارهة في مصر. المجموعة البافارية للسيارات قصة نجاح كبيرة ومكملة.